من حضرتك بتساعد والدتك في ايه؟ والله انا من البدايه طبعا كنت متابع مع والدتي في القصه ديت، قعدت مده طويله كمان على ما تنفذ، على ما تستلم الاطفال قعدت لها سنه مثلا بتبذل مجهود في طبعا في حاجات التحضيريه وكده. وفي الوقت الحالي بقى احيانا مثلا في امور بتبقى مثلا محتاجين تصريح معين في حاجه، دخول نادي مثلا لمده يوم، في مواقف بقى ساعات حصلت. بيجي البنات دي بالنسبه لك ايه دلوقتي؟ هل لا مثلا بقى دي بتعتبرهم اختي. اخواتك؟ اختي، لا مش بعتبرهم، هم هي اختي يعني، لان احنا كمان الموضوع ده انا بالنسبه لي اكتر حاجه بتخليني فخور بوالدتي فيه ومعجب جدا بالموضوع، ان هم تقريبا زي ما هي قالت كده بتربوا زي ما احنا اتربينا بالظبط، نفس اللي احنا اتربينا عليه من مواعيد النوم، من الطريقه، من النظام، في كل حاجه. هم عندهم تقريبا نفس الحاجه، مستوى المعيشه اللي هم عايشين فيه، وانا نفس النوم اعتقد ان احنا كنا مشابه جدا كشكل البيت، كسلوك، كحفظ القران في وقت كبير. وده اللي لازم يحصل في اي دار متعلقه بيهم. لا يعني اقول لحضرتك حاجه، هو مش متعلقه بيهم، هو ربنا بيحط في قلب الواحد حب اكتر من العادي. مش ان انا اللي بحبهم، هي بيبقى عطاء من الله سبحانه وتعالى. لانه يعني انا ابني لما هسيبه انا عارفه ان هو بيفكر في خاله وعمه واخواته وكده، لكن طب دولت مع يعني مين هيفكروا في مين؟ فهم متعلقين بيا وانا متعلقه بيهم، شيء طبيعي يعني. فده الطبيعي مع اي حد. بيقولوا لك ايه؟ بيقولوا لك لا، بيقولوا لي ماما، هي ماما منهم ماما يعني، مش بيقولوها لي عشان انا ماما مها، لا مفيش كلمه ماما مها، هي ماما. حتى في المدرسه لما بيتكلموا او حاجه اقول لهم مثلا ماما. كان حتى ساعات ناس يقولوا لي طب احنا هنتكلم عن موضوع كذا عن الام، فاحنا مش عارفين نعمل ايه مع البنات، اقول لهم لا اتكلموا عادي، هم عندهم ام يعني. فبيتكلموا معاهم ويعبروا، والبنات بيقفوا وبعلمهم، بتناقش معاهم، بيحصل مواقف بنتناقش فيه وناخد النواحي السلبيه واعلمهم ازاي يواجهوا المواقف اللي بتحصل لهم في المدارس، ان هم بيواجهوا من اصحابهم وامهاتهم مواقف ساعات بايخه. زي ايه بقى؟ يعني مره بنتي كانت في ثالثه ابتدائي او ثانيه ابتدائي جات لي وقالت لي يا ماما فرحانه جدا، ويا ماما انا واحده صاحبتي عزماني ومدرسه خاصه يعني. فقلت لها طيب، طبعا انا باخد الامور بالراحه بوزنها بوزنه ثانيه يعني، انا يعني فقلت لها طيب لو هي عايزه تعزمك مامتها لازم تكلمني ولازم تيجي تزورنا في البيت وتعرفنا وتعرف علينا عشان اتعرف عليها يعني. انا بعمل كده مع اولادي. فالمهم كلمت مامتها، كلمتني وكلام من ده، فبصيت لقيتها بتقول لي ده بنتك جميله وحلوه والله، ويعني وقعدت توصف لي حتى في الملامح مختلفه. فقلت لها حضرتك بتتكلمي عن مين؟ انا بنتي مواصفاتها كذا كذا كذا. قالت لي لا انا بنتي قالت لي ان بنتك كذا كذا. قلت لها يعني بنتك جميله، فهي شايفه بنتي جميله من المواصفات اللي هي بتقولها يعني. فقلت لها على فكره بنتي احنا في دار ايتام وشرفنا ان حضرتك تشرفينا واهلا بيكي وكده. فقالت لي طيب بس اصل انا عندي ظروف وكده، وراحت ايه انهت المكالمه. بعد كده العلاقه تقريبا بنتها مع بنتي تقريبا شبه انها يعني اتقطعت، لمجرد انها عرفت انها من دار ايتام، برغم ان بنتها كانت متعلقه بالبنت، لان البنت عندي كانت جميله جدا وحنينه جدا. فبيحصل مواقف، وفي المثل بيحصل العكس. يعني ساعات بيبقى حتى الحنيه زياده عن اللزوم برضه بتكون دي مؤذيه. الحنيه يعني زياده عن اللزوم مؤذيه. لو الطفل شايف حنيه من حضرتك وشايف انه حياته طبيعيه، لكن لو الطفل تاني ما عندوش اي نوع خالص من انواع الحنان، دي حاجة فده الموضوع بيبقى مختلف تاني خالص. دي حاجة انا بشكركم جدا، نورتوني النهارده. يا ريت في ناس زيكم كتير. الله يخليك. يبقى ممكن المشكله هتتحل، مش هيبقى عندنا مشكله. لو في ضمير عندنا في المجتمع اللي احنا عايشين فيه مش هيبقى فيه مشكله. طب ممكن اضيف حاجه صغيره كده بس بمناسبه احنا موجودين مع حضرتك، احنا عندنا سريعاً مشكله بس لازم اختم حالا. المشكله اللي عندنا اساسيه هو ايجاد عماله موجوده معانا حتى طبعاً. لو احنا هندربهم صح، فلازم يكون في جهه من الجهات التضامن انها توفر لنا هذه العماله طبعاً. بشكل رسمي يعني طبعاً. واحنا ندفع كل الاجور، بس احنا بيجي لنا يعني ناس مش مدربين، غير ان هم ممكن يكونوا اصلا بيروحوا الدور كلها، مثلا مشيت من هنا تروح دي. صح، عايزين قاعده بيانات لما حد يشتغل في دار يتكتب هو مشي منها ليه، مش منها ليه، لو اساء لاي حد فخلاص يبقى ما يتمش توظيفه مره ثانيه في اي دار. انا بشكركم جدا، يا ريت في كتير زيكم هيبقى المشكله عندنا هتتحل. وبشكركم جدا، اتمنى وعارفه ان هو صعب، الموضوع مش سهل ابدا، الموضوع محتاج مجهود كبير جدا، انه دور الايتام في مصر حلها يكون احسن من كده. دور الايتام المفروض تطلع لنا مهندسين ودكاتره ومعلمين وعلماء، المفروض تطلع لنا اشخاص يضيفوا للمجتمع، مش اشخاص ينتقصوا منه. والانتقاص ده مش ذنبهم ابدا، ده عار علينا احنا.
ده عيب فينا احنا، احنا اللي معرفناش نحتويهم ونربيهم ونحسسهم ان هم اولادنا بالظبط. بطلب من وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة غادة والي، ارجوكي بعد اذنك نظرة لدور الايتام اللي بتعاني دي. انا عارفة ان مسؤولياتك كتير، وعارفة ان العبء كبير، وعارفة ان الدور كتير جدا، ولكن الكوارث اللي بتحصل دي لازم يتوضع لها حد في النهاية، لانه دي اولادنا وفي الاخر بيطلعوا زي ما يعني ما شفت، ما اعرفش شفتي الحلقة ولا لا، ولكن ممكن يطلع مجرمين في النهاية. فارجو ان المشكلة دي تتحل، وارجو احنا كمجتمع ندخل نشوف في دور الايتام ايه اللي بيحصل. لو لقونا احنا كمجتمع بندخل ونبص اولادنا جوه بيحصل فيهم ايه، وهل بيتعاملوا جوه معامله ادميه ولا لا، عايشين زي ولادي في البيت ولا لا، يبقى اخد موقف. لو كلنا خدنا موقف مش هتحصل حاجه وحشه. لو كلنا حاولنا نفتح حاجات خيريه حتى لو على نطاق ضيق زي ما الاستاذه مها عملت، متهيألي مش هيبقى في اولاد في الشارع. بشكركم جدا، اشوفكم ان شاء الله الاسبوع الجاي على خير.